أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة في ثوب فيه صور لأحياء؟ يحرم الصلاة في الثوب الذي فيه الصور، لكن الصلاة تصح مع التحريم. نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يصلي وعليه ثوب فيه تصاوير، فإذا فعل يكون محرم وعاصي، لكن صلاته صحيحة مع الإثم. نعم.